عشان نعمل الوجبه دي احنا محتاجين رز بني منقوع، ده بسمتي ممكن يكون مصري طبعا، ميه مغليه وملح ومشروم وزعتر، عندنا فراخ واسباراجوس مسلوق، لو مش موجود هنحط فاصوليا خضراء مسلوقه، طماطم تشاري متقطعه انصاص، لو مش موجوده هنستخدم الطماطم العاديه، نشيل القلب بتاعها وتكون صغيره ونقطعها مكعبات صغيره، ملح وفلفل وبهارات دجاج، شطة إذا حابين، مش حابين ممكن تبقى بابريكا، وزيت. نقول بسم الله. الواقع على النار سخنة، الكسرول أهي باردة بس هرفعها على النار بقى، هحط هنا معلقة زيت، هحط هنا معلقة زيت، ونبتدي نسوي. عشان نعمل الرز محتاجين شوية من الزعتر، محتاجين ملح، فلفل، محتاجين الرز، معلقة من المشروم الفريش، أقلب ده خلاص. ممكن بقى نقرب ده عشان بس ايه نبقى مالكين نفسنا. تقليبة هنا، زيت، ملح وفلفل وزعتر، رز بسمتي بني، مشروم، ميه سخنه، ونتركه في سلام. ووك سخنه فيها معلقه زيت، فراخ بسم الله، زعتر، بهارات دجاج او اي تركيبة بهارات انتوا بتحبوها، ملح، فلفل اسود، شطة او بابريكا، نرفع بقى على النار، قلب قلب، حلو قوي قوي. انزل بقى بالمشروم، انزل بالطماطم، صفي الاسبراجوس او الفاصوليا الخضراء المسلوقين ونزلهم معي، قلب تاني، سيبهم بقى يستووا. دي خلاص دخلت في التسوية، وطبعا يعني الريحة خطيرة، واكيد الشكل والالوان يعني قايل لكم قد ايه الموضوع ان شاء الله طعمه حلو قوي. كمان هنا الرز محتاج شوية مية كمان، فانا هديله شوية المية اللي هو محتاجهم، واجهز برضو شوية مية تانيين علشان بقية الايه، ما احبش الحاجة تموت مني، وهجيب اودي الوجبه دي واجيب الوجبه اللي بعدها عشان لما الرز يستوي اكون جاهزه للتقديم.